يعني انا دلوقتي يعني صراحه صراحه اقولها لك، يعني انا طبعا متوتره جدا وانا بتكلم، لان انا مش عارفه أرجوك لا، أرجوك اللي لا انا يا بعمله ده باشا غلط خالد، ولا لا. صح. انا بقعد قدام دكتور متوتر. اللاعب احمد رفعت لما حصل له اللي حصل له ده، هل ده بسبب انه هو مثلا واحد زيي بيشرب قهوه كتير؟ الحقيقة لا، اللي هياخد المنتجات بتاعت الكافيين داخل المركبات الطبيعية مش هيوصل لجرعات التسمم من الكافيين في الأرقام البسيطة دي، مستحيل. الحمد لله. يعني القهوة إن شاء الله مثلا بشرب 20 فنجان فدان قهوة. فدان من القهوة، التسمم عند 50 جرام كافيين، مستحيل نحصل على هذا الكلام في السن الكبير، يعني 200 مللي جرام للكيلو جرام، مستحيل. ده عند هذا الرقم هو اللي ممكن يحصل لنا تسمم الكافيين، ده لن نحصل عليه من المركبات الطبيعيه، لن نحصل عليه من عدد من فناجيل القهوه اللي ممكن نشربها، لن نحصل عليه من الشاي اللي ممكن نشربه، لن نحصل عليه من الشوكولاتات. يعني هو الكافيين ده موجود في الطبيعه في حبوب كثيره جدا، علما بان الحبوب اللي هو موجود فيها اللي هي عاده البقول اللي هو نبات القهوه، عايزين نقدر نقول ان هو مش موجود لوحده، هو موجود معاه بوليفينولز وافلافينويدز ومركبات اخرى. عشان كده دايما نقول ان مركبات القهوه او القهوه في حد ذاتها هي افضل مضاد اكسده على في التاريخ، وافضل وبيقولوا ان هي كويسه لضغط كانسر الدم للتاريخ كمان، على مسؤوليتي هذا الكلام، وهي اكتر حاجه الكبد بيستفيد منها، هي بتقلل فرصة حدوث التليف الكبدي والقلب. لا ده هحكي لكم بقى ضربات القلب. لا 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 ما تحسنيش عن ضربات هي القلب. بتقلل فرصة حدوث السكر، القهوة بتقلل فرصة حدوث السكر، بتقلل الباركنسونيزم الشلل الرعاش، بتقلل تطور التصلب المتناثر في نوباته. واستخدموا الكافيين عادة هنا مش موجود عندنا في الحالات اللي هي الأطفال قبل النمو اللي هو بيبقى عنده خلل في الرئة، فبتفتح لهم الرئة، وبتستخدم في الناس اللي هي العلاج في الطب النفسي اللي هم بياخدوا العلاج الكهربي عشان تزود السيجرز بتاعت هذا الأمر، وبتستخدم في القلب علشان تضاد مفعول الداي بايريدامول اللي هو بيستخدم في الستريس بتاع الإشعاع اللي هو المسح الذري للقلب. يعني ليها استخدامات طبية بهذا الشكل، النبات الكافيين مادة الكافيين، وبيستخدموه كمنبه ستيمولنت لمراكز الأعصاب وللأعصاب وحاجات محددة. وهذا دواء ويصرف بروشتة في الخارج. احنا عندنا بقى مشروبات طاقة، عندنا تابلتس، عندنا حاجات بتستخدم علشان نزود العضلات، يعني في مركبات لبناء العضلات موجودة للجيم فيها كافيين. فاحنا مشروبات الطاقة دي معظم الناس بتستخدمها. في بعض المركبات اللي هي للجيم ده أولادنا هم اللي بيستخدموها. دي بقى اللي خطر. كل مشروبات الطاقة احنا مش هيحصل منها تسمم قوي، لكن لو خدنا أفراطنا فيها ممكن نصل لجرعات التسمم. مركبات الجيم هي فيها تسمم لان ارقامها كبيره، لان هنا بتزود الانديورنس بتاع العمل، ان انا اقدر اواصل التمرين، لان دايما بتوع التمرين بيبقى عندهم رغبه، يعني العضله بتكبر، انا بدي نفسي شكل اكبر. وده اللي حصل للاعب بقى، ان هو كان بياخد، اظن ده قد يكون ان هو بياخد اقراص، اما بياخد مركبات ليها علاقه بالجيم، لكن يعني بشكل كيميائي مش القهوه نفسها. القهوه مستحيل تضرنا في اي شيء. طيب